مركز هويسنا محافظة المنوفية جايين يبايعوا في الدستور ويقولوا احنا موافقين على الدستور وبنحيي السيسي واحنا كلنا واقفين احنا القائد القوات المسلحة واقفين كلنا جنب السيسي. محافظة المنوفية كلها بتقول تحيا مصر تحيا مصر ويعيش الدستور وبالذات مركز هويسنا. واحنا جايين النهاردة من اجل ثلاث حاجات، اول شيء ان احنا بنقول نعم للدستور، وتاني حاجة ان احنا بنقول باسم نقابة فلاح مصر لسيادة الفريق عبد الفتاح السيسي ان احنا كلنا معاه قلبا وقالبا، وابناء البحيرة وكوم حمادة كمان بأيدوك بكل ما اوتوا من قوة، لان انت يا سيادة الفريق انت بتاع المرحلة دي وكلنا معاك. نعم للدستور، نعم للدستور، تحيا مصر. من حي الفريق عبد الفتاح السيسي، من حي وزير الداخلية، نعم للأمن والأمان، نعم للاستقرار. أبناء مركز زمنور يحيون عبد الفتاح السيسي. نعم للدستور ونعم للرجل ده هوت، وهننزله من بيته للرئاسة، هنجيبوه رئيس دولة جمهورية يمنع الإرهاب ويمنع الفوضى ويمنع الكلام ده، وهو اللي هيمسك البلد وهو اللي هيظبط البلد، هو اللي هيعمل لنا بني آدمين، ده اللي هيعمل لنا بني آدمين ده. سيبك من الإرهاب وسيبك من الشغل الفوضى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه ليوم تاريخي حينما نجتمع سويا نحن والطبقات الكادحة، ونحن قطعنا المسافات البعيدة من محافظة الوادي الجديد ومن المحافظات الأخرى لكي نعبر عن أنفسنا ولكي نقول للدستور نعم بالحق والحقيقة. فبالأمس القريب كان هناك ميلادا لسيدنا المسيح، ثم بعد ذلك الأيام القليلة القادمة سيكون ميلاد رسول الله عليه السلام، والأيام القليلة القادمة سيكون ميلادا عظيما، ميلادا لمصر، ميلادا للأمة العربية بأسرها، وهو ميلاد الدستور الجديد الذي ندعمه جميعا. نقول نعم للدستور بالحب والإخاء. نقول للفريق السيسي إن القرار ليس قرارك، جئنا لكي نقول لك لا بد من ترجيح نفسك، أنت فوضتنا في الماضي في يوم 30 يونيو، جئنا لكي ندعم لك هذا القرار. القرار قرارنا، قرارنا أقوى من قرار الحكام، فعليك أن تلتزم بهذا القرار. فلاحين المنيا ترحب بهذه المؤتمر الجميل وتقول نعم للدستور ونعم للسيسي أن يكون رئيسا للجمهورية. إن شاء الله وبقوة الله إن شاء الله هنقول نعم كلنا بنفوذ القوات المسلحة ونفوذ الشرطة. والحمد لله رب العالمين، ونتمنى من مصر أن تكون بخير وتمسي العجلة على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال أبو العلا نقيب الفلاحين عن مركز العدوى محافظة المنيا.